حول قضيته أيضا أثارت جدلا شديدا واستدعت تدخلا من قبل الرئيس السيسي بضرورة وضع ضوابط جديدة وتشريعات جديدة تحد من تجاوزات رجال وأفراد الشرطة. طيب تعالوا نشوف الحكم القضائي. الحكم بحبس مصطفى اتحكم عليه بالسجن 25 عاما. طبعا القصاص العادل والسريع والقصاص بهذا الشكل، شوفوا ازاي هتلاقوا انه ريح العائلات بشكل كبير. صحيح كانوا البعض بيطالب بالإعدام، لكن الحكم 25 سنة هو حكم شفية غليل عائلات الضرب الأحمر. الخناقه ايه؟ نزل بيقول له وط الكاسيت شويه بتاعك، قال له ماشي وط الكاسيت بس احنا اتفقنا على كام؟ على 60 جنيه، قال له لا الحساب من 60 جنيه مفيش فلوس، انت عايز توصلني وتاخد فلوس؟ هو فاكره بيهزر، قال له يعني ايه يا باشا اوصلك واخد فلوس؟ ده حقي، ده انا راجل بتجوز، قال له يا عم معلش بقى الكلام طلع كده مني لان احنا فاض بينا، لو مش هتديني فلوس يا باشا بعد اذنك بادبك واحترامك، انزل وخليني ارجع اخد نقله ثانيه ورايا شغل، ما صدقت الصوت حرك ورايا شغل عايز اشتغل عايز اكل عيش، قال له لا هتوصلني ومش هتاخد فلوس ولو اتكلمت هديك بالجزمه. بيقول له طب ازاي مش هاخد حقي؟ الواد جه من ورا قام مديله بالقلم على قفاه، عيب شاب عنده 22 ولا 23 سنه ياخد بالقلم على قفاه، قام رجع لورا كلنا عندنا كرامه. لو واحد امريكي زقه اكيد طب، ولو واحده ست هتعمل كده زقه لورا، قال له انت بتزقني انا؟ والله ما خلص الكلمه طبنجه كانت هنا. حكمت المحكمه بالسجن المؤبد والزامك المصاريف الجنائيه وحاله الدعوه المدنيه. انا كنت اتمنى من ربنا انه ياخد اعدام بس هو كده حقه كده، واشكر القضاء المصري انه وقف معايا وجاب لي حق ابني. نشكر سياده الرئيس ان هو جاب لنا حقنا، وانتوا تشكروا ان انتوا وقفتوا معانا. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش حق حد، واحنا عشان على الله ربنا جاب لنا حقنا ان شاء الله. اشكر ربنا طول عمري، اشكر ربنا طول عمري اني استجاب دعوتي عشان يجيب حق ابني، حق ابني اللي ما كانش حاجه في عمره ولا زعل حد. انا راجع الحكم ده راجع عليه وربنا معانا للنهاية، بس مش قادر اقول حاجة تانية. متشكرين جدا يا ريس ان انت وقفت جنبنا وقفت الناس الغلابة لان حق دربكة كان هيروح، وانت الحمد لله جبتهن. متشكرين جدا للعدل. احنا النهاردة بس هندفن دربكة وهناخد عزا دربكة. النهاردة هو دربكة خد حقه. هو الحمد لله اتحكم ب 25 سنه بالسجن المؤبد، الحمد لله والشكر لله، ويعني ده حكم بجد يعني الحمد لله. واحنا بنثق في قضائنا طبعا العادل، وعارفين ان الحمد لله والشكر لله، لان وقائع القضيه ما كانش فيها شكوكات في الاول، حتى السيد الزميل النهارده جه شكك في وقائع الدعوه كلها برمتها اساسا، والحمد لله ان ربنا كرمنا وجبنا حقه الحمد لله. حكمت المحكمه بالسجن المؤبد والزامك المصاريف الجنائيه وحاله الدعوه المدنيه. طبعا ميزة